لكنني أتحدث من موقع مسؤوليتي وواجبي، لا من موقع عواطفي، ولهذا فإن عواطفك لا تعنيني أبدا. الخيار متروك لها في أن تتكلم أو لا. في هذه الحال سأستدعيها رسميا للتحقيق. افسحي لي الطريق لأصعد أو افسح لك الطريق لتنزل. لماذا لا نتكلم قليلا؟ تعالي. هالة، رأيتك تنظري إلى هذا الباب، وأنا سمعت أنك تسألين كثيرا عنه. ماذا يوجد هناك؟ غرفة مقفلة. أعرف، ولكن ماذا يوجد في داخل هذه الغرفة؟ لا شيء. ولماذا يصر كامل على ما به كامل؟ لا شيء. على ماذا يصر؟ هالة، هل كنت تحبين عمي؟ فقد تزوجته، ألا يكفي؟ هل كنت تحبينه؟ أنا هل أرجوك، لم أعد أطيق الأسئلة منذ فترة طويلة، وأنا أعيش في عالم الأسئلة، لا حولي غير الأسئلة، هذا يكفي أرجوك. أنا آسفة. عندي لك مفاجأة. ما هي؟ نخرج معا وهناك تعرفي. لماذا تنظر إلي هكذا؟ أريد أن أعتذر لك. عن ماذا؟ يبدو أن رأيك في هالة نعمان هو الرأي الصائب.
كيف عرفت؟ حين تقرأ التقرير ستدرك كيف عرفت. ما يشغلني في هذا الموضوع هو ماهر فقط. هل كنت فعلاً ستحقق معها أو تعتقلها؟ لا، كنت فقط أريد تخويفها لأجبرها على الكلام، فأنا لا أملك دليلاً واحداً ضدها. يبدو أنها متورطة. سنرى. أين أصبح سليم أسعد؟ إني أبحث عنه. لا تتعب نفسك، إنه في المعرض. كما المجرم يحوم دائما حول جريمته، فسليم أسعد دائما يحوم حول المعرض. اذهب إليه. حاضر. هو الذي أوصله. أجل، وما الذي أخذها إلى منزله؟ لعل مطاردتي لها هي السبب. لكن هل هي تعرف منزله؟ وما هي العلاقة التي تجمع بين هالة وماهر وسليم أسعد؟ اللوحة. أكاد أجن. ماذا يريد هذا الوغد من اللوحة وهذا الأحمق حامد في داخل المكتب وهو لا يعرف شيئا؟ صار يخافها فقد كشفت أمره. أتظن هالة أنها أذكى مني؟ هل تعتقد أن لعبتها مع سليم أسعد تخيفني وتجعلني أبتعد عنها؟ إذا كانت تهددني به فهي واهمة، وسأعرف كيف أصفيها وأصفيه. يجب أن نكون حذرين. يجب أولا أن أتخلص من سليم أسعد. تصفيته تنقذني وتجعل هالة تسقط راكعة أمامي. وماذا ستفعل؟ هل ما زال معرض ماهر بهاء الدين مستمرا؟ أعتقد ذلك. هل ما زلت تذكر جيدا منزله؟ أذكره تماما. حسنا، اسمع، راقب سليم أسعد جيدا. وهالة؟ دعها الآن. أريد سليم أسعد، ولكن هذه المرة للتصفية. هل لديك عنوان ماهر بهاء الدين؟ Thank you.
بفضلك. نعم. أين مدير المعرض؟ في مكتبي. شكراً لك يا هلا، ألف شكر. هل أعجبك مكان المختبر؟ جداً، يكفي أنه يقع في شارع رئيسي. كلفني إيجاره مبلغاً طائلاً، حرصت على أن يكون مكان المختبر في أهم شوارع المدينة. هل تشهدين لي بفن الأعمال؟ لن أنسى معروفك طوال حياتي. أشكر يا عمك المرحوم. فعلاً، لكن معروفك أنت لا ينسى. هلا، ما بك؟ أحسدك. على ماذا؟ لا شيء. هلا، لماذا تبدين دائما حزينة؟ لقد وصلت معدات المختبر وستنصرفين إلى العمل وتبتعدين عني. هذا يعني أن وحدتي ستزداد أكثر. لكني سأبقى بقربك، سنعود في المساء، أنت من المكتب وأنا من المختبر، ونتحدث طويلا عن متاعب العمل. وهل هذا يكفي؟ هيا اذهبي الآن، لقد أصبحت مسؤولة عن مختبر مهم يا سيدة التحاليل الطبية. هذا بفضلك أنت. إلى اللقاء. مع السلامة. عندئذ سيعرف الناس قصة جثة البحر تلك. عدت إلى رياضتك القديمة؟ ماهر، سأطلق عليك لقبا جديدا، الفنان الرياضي. لا أجد لقبا جديدا. بلى، فأنا أعرف أن بين الفن والرياضة عداوة قديمة. الفن فكر والرياضة عضل، والفكر والعضل لا يلتقيان. بالإذن ماهر، أنا لم أستدعيها للتحقيق. هذا شأنك. لم أفعل ذلك لأنك صديقي أو لأنك تحبها، لا، ولكن كنت أحاول أن أقتنع ببراءتها، ولكن ينقصني البرهان. ألم تقل إنني أحبها؟ الحب ليس برهانا يا صديقي. أنا كرجل أمن لا أتعاطى إلا مع الحقائق والأدلة، ولا يعنيني غيرها. أنا لدي معطيات حول هالة. وهكذا كانت لما، هل نسيت؟ كانت لديك أيضا معطياتك حولها وأحببتها واقتنعت. أين لما الآن؟ لقد اختفت، تخليت عنها فاختفت. كانت هذه اللوحة للما، وقد ذهبت وأخذت ملامحها معها.
ماهر، لا تلعب نفس اللعبة مع هالة نعمان. ماذا تريد مني الآن؟ إذا كنت تحب هالة فعلا، وإذا كانت بريئة فعلا، فساعدني، ساعدني كي ننقذها. أشرف، لماذا تستعمل كلمة إذا عندما تتحدث عنها؟ لماذا ترسم الشكوك حولها باستمرار؟ هل تعرف هذا الرجل؟ لا، إنه أكرم عبد الجواد. وماذا يعني هذا؟ يعني هذا؟ أنه رئيس أكبر عصابة للتهريب، وهو الرجل الذي يدور الصراع حالياً بينه وبين سليم أسعد. أنا لا أهتم بمثل هذه الأمور. صحيح، ولكنك ستهتم أكثر حين تعرف من هو. من هو؟ إنه ابن عم هالة نعمان. لقد عرفت هذا في الصباح. أريني الصورة. هل هو خطر؟ أكثر مما تتصور، وأنا لم أستطع أن أمسك عليه دليلا واحدا رغم كل عمليات الإجرام التي أقوم بها. وهالة لا غبار عليها حتى الآن، ولكن قد تكون الجسر الذي يوصلنا إلى سر الصراع الدائر بين سليم أسعد وأكرم عبد الجواد. إذن فهي بريئة، أليس كذلك؟ هذا متوقف عليك أنت يا صديقي. كيف؟ ادخل معي في اللعبة، وطد علاقتك بهالة. أشرف، لا تسيء الظن، اسمعني أرجوك. أريدك أن تأخذ دور الحبيب المنقذ، وساعدني من خلال الدور ومن خلال الحب الذي يدور بينكما على أني أصفي حسابي مع أكرم عبد الجواد وسليم أسعد وأنقذ هالة في وقت واحد. وماذا تريدني أن أفعل؟ اتصل بها وأعطيها اللوحة واترك الباقي علي. ماهر، أنا آسف، ربما أزعجتك في ليلة الأمس. إلى اللقاء. ألم أقل لك إنك تظن نفسك لاعبا ماهرا، لكنك طفل. سأرحل وأبتعد عن عينيك، لكن تأكد أن الوحدة ستأكل عينيك تماما كما أكلت أيها المفترس أجامي.
هل نتمشى قليلا؟ الأستاذ ماهر بهاء الدين؟ نعم. هل يمكنني الدخول؟ تفضل. موسيقي أيضا. هواية. إن محترفك يشبه محترف الرسامين في روما. في كل مكان. قهوة؟ لا. تعيش وحدك؟ كما ترى. هل زرت روما؟ أجل، تعلمت فيها الرسم. إنني أقيم هناك بصورة متقطعة، فأنا رجل أعمال، أتنقل بين روما وهنا. تشرفنا. هل من خدمة؟ لقد زرت معرضك. إقامتي في روما جعلتني أتذوق الأعمال الفنية. أجل، الحضارة تعدي. عندما نعيش في مناخ فني تصيبنا العدوى. صدقت، إنني معجب بلوحة الانتظار. شكرا. وأريدها. آسف. لماذا؟ ما ناقصة وأريد إكمالها. مؤسف، مؤسف حقا، كنت أود أن أحصل عليها، فأنا منذ مدة أقوم باقتناء لوحات مشاهير الرسامين، وأنت رسام معروف. ظننت أنك تريدها لتعرضها في بيانال باريس. أها، هل جاءك عرض بذلك؟ أجل، تاجر لوحات اسمه سليم أسعد. هل تعرفه؟ لا، لم أتشرف. رجل أعمال يتعاطى مع تجار من صنف آخر. فعلا، لكل إنسان نوعية تعامله. هل قال لك هذا الرجل ما اسمه؟ سليم أسعد. سليم أسعد، هل قال لك إنه سيعرضها في بيانال باريس؟ إنها فرصة عظيمة، ولماذا رفضت؟ قلت لك إنها ناقصة وأريد أن أكملها. أمن أجل هذا السبب تعتذر مني أيضا؟ لنفس السبب. هناك لوحات كثيرة وبإمكانك أن تختار. لا، أريدها هي بالذات، إنها لوحة عظيمة. آسف. أنا الأسف. إلى اللقاء. السلام. ألف سلام.
هكذا إذن ليس عندي ما أضيفه. من أين حصلت على هذه الأوراق؟ اقرأها تعرف. ولكنها بالإيطالية وأنا لا أعرف الإيطالية. على كل حال سأرسلها إلى مترجم محلف، ولكن إياك أن تكذب. ماذا تقول؟ تؤكد على أني تاجر لوحات فنية معتمد. إنها وثيقة رسمية ومصدقة من روما. هل تعرف ماذا أتصور الآن؟ أتصور رافائيل وميكلانج جالسين معنا هنا في هذه الصالة، ينظران إليك وإلى هذه الأوراق ويقولان: رباه اغفر لروما ما فعلت. إن هذه الأوراق مزورة، من أين جئت بها؟ بل صحيحة ومصدقة. ارفع النظارة. لا أستطيع. أمرك بأن ترفعها. آسف ولكن نظري يؤلمني إذا رفعتها. هل ترى جيدا؟ بصورة محدودة. كيف أمكنك إذن أن تطلق النار على أكرم عبد الجواد من مسافة 25 مترا وبالليل؟ أنا لم أطلق الرصاص على أكرم عبد الجواد ولم أرى. ألم تسافر معه إلى روما؟ بلى وافترقنا هناك. لماذا وشيت به؟ إنك تتجنى علي كثيرا يا حضرة الضابط. عفوا هل تعرف هالة العمان؟ كل ما أعرفه هو أنها نسيبة أكرم. ألم تقابلها؟ لا. اذهب. دعونا. أريد أن أتأكد من سلامتها. هل تعرف يا صديقي؟ لقد سعدت جدا بهذه المقابلة. كان حديثك ممتعا جدا وشيقا. لقد أفدت من ثقافتك في عالم الرسم. وغدا إن شاء الله حين أزورك في الزنزانة سأطلب منك أن تحدثني عن فن الرسم في عصر النهضة. تسمع بالشعر الإيطالي دانتي؟ لا. سليم أسعد لم يسمع قبل الآن بالرسم. أرسل هذه الأوراق إلى السفارة الإيطالية للتأكد من سلامتها وصحتها. أريدكم أن تخففوا المراقبة على سليم أسعد كي لا يأخذ حذره. كما تشاء. ألو. من؟ أهلاً، أهلاً ماهر. ماذا؟ أيوة، أكرم عبد الجواد أصبح أيضاً ذواقة فن. هل تعرف ماذا سأفعل؟ سأرسل برقية إلى ليوناردو دافنشي في العالم الآخر وأطلب إليه أن يأذن لي بأن أقيم الدعوة على هذين الوغدين. لا لا لا، لا تتغيب كثيرا، فأنا في انتظارك. لأمرنا. سيدتي، خذ الملف وأرسله إلى المحامي للدراسة. حاضر. حامد. نعم. ألن تقول لماذا اختلف سليم أسعد مع أكرم؟
لم أفهم. قلت لماذا اختلف سليم أسعد مع أكرم؟ ومن أين لي أن أعرف؟ تعرف فقط كيف تتجسس عليه. افتح الباب. مساء الخير. اذهب. فاجأتني. مساء الخير مرة ثانية. أهلا. عيدي. ماذا؟ أهلا هذه. فهي تصعد من شفتيك وكأنها أنامل مجرحة بأشواك ورد. أنت ترضي عواطفي لكنك تملأني كبرياء. هذا بالضبط ما أريده. أنا فعلا أتخيلك وردة سقط عليها النجم. لقد أشرقت علي شمس هذا النهار وأنا ممتلئ تفكيرا بك، حائرا كيف أتخيلك؟ لونا في لوحة أم بيتا في قصيدة؟ أنا لا أستحق كل ذلك، لا أستحقه أبدا. أتعتقدين؟ ألا تظن أننا بكرنا كثيرا؟ بكرنا على ماذا؟ على هذه الصداقة. أنا الآن لست جديرة بالثقة. أما أنا فأراك جديرة بها. أرجو ذلك. سأهديك اللوحة. لا، لا أريدها. أريد أن أنقذك. بالعكس، ستزيد من متاعبي. بل تزيلها. هذا شأني وحدي. هل أنت في خطر؟ لقد تراجع أشرف عن استدعائك لأنه يعتقد أنني أنا كماذا؟ ما فائدة الكلام؟ أنت تكادين تنكرين كل عاطفة صادقة. لم تقل لي لماذا تراجع أشرف؟ لأنه يعتقد أنني أملك حيالك نظرة خاصة. هل خان واجبه من أجل هذه النظرة؟ لا، إنه يظن بك السوء لكن بتحفظ. أنا أيضا أملك حيالك شعورا نبيلا وأشكرك على مواقفك معي خاصة عندما هدد أشرف باستدعائي. هل تثقين بي؟ أثق. أنت في خطر. أشرف يعرف لماذا يريد سليم أسعد اللوحة. هنالك عملية تهريب خطيرة وراءها. ساعديه إذن لكي ينقذك ويبرئك. رفضت أن يستخدمني سليم أسعد رغم كل شيء، والآن أرفض أن يستخدمني أشرف. أنت صاحب اللوحة، أعطها له إذا شئت. ماذا تعنين بكلمة رغم كل شيء وبأنه فرض عليك شراء اللوحة؟ قلت لك لا تسأل. هلا أرجوك. حسناً، اجلس.
سأقول لك كل شيء. ماذا؟ هل هناك من يراقبنا؟ ربما. كن حذرا. متى تتم العملية؟ هل درست اللوحة جيدا؟ بدقة. أخذتها من المعرض ليلا ثم أرجعتها. والسيدة؟ سأرغمها على الشراء. هي تخاف تهديدي. إنهم يراقبون المطار. ستمر الوثائق من أمام أعينهم دون أن يعرفوا. العملية ستتم غدا. لا، ابقى حيث أنت، لا يجب أن يرونا. اتصل بي هاتفيا. حاضر. لا تذهب مع اللوحة، ارسلها مع الجماعة. هل استقبله في المطار؟ وذهب رأسا إلى الفندق. عملية تهريب إذا؟ لا أعلم. الآن عرفت سر الإصرار على اللوح. سأسحقهم جميعا. سأسلمهم للشرطة. أما سليم أسعد فسيكون مصيره متوقفا على دقة تصويبك يا يوسف. هكذا إذن؟ ألم أقل لك كنت واثقا من أنها بريئة؟ لا لا لا، لا تستعجل الأمور، إنها ليست بهذه البساطة. ولكن ما يهم هو علاقتها بسليم أسعد، ولماذا يتهددها؟ هذا هو السؤال. ألم تقل لك؟ نعم، قد أشارت إلى بعض القضايا بغموض. مثل ماذا؟ لست أدري. مجرد كلمات مبعثرة مضطربة، صوت مخنوق وارتعاش في الشفتين، ودموع تتجمد بكبرياء عند الجفون، ثم شعر يلتف مداورة حول العنق كالتفاتة الفرس البيضاء الأصيلة. ما بك؟ هذا ليس تقريرا عن هذا النعمان، هذه قصيدة شعر. أنا أروي لك ما شاهدت. لا، أنت تروي حبك لها، وهي أيضا تحبك كما يبدو. لماذا تعتقد أنها تحبني؟ لأنها رفضت أن تأخذ اللوحة بالرغم من تهديد سليم أسعد لها. إنها تضحي، تضحي من أجلك أنت، من أجل أن لا تعرض سمعتك للسوء. هذا هو تحليلي، وأرجو أن يكون صادقا.
لكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد أمام التهديد؟ يبدو أن حياتها مهددة بالرعب. يبدو أن أكرم يريد أن يحرم سليم أسعد من اللوحة لكي يمنعه من تنفيذ العملية. هناك سر بين الاثنين، ولكن لماذا سليم أسعد يتهدد هالة؟ ألم تقل أبدا ولو همسة واحدة؟ تذكر، فقد أعثر على قيد. غريب أمرها، كانت كلما ألقت ضوءا على جانب ألقت ظلالا على الجانب الآخر. لعلها رفضت أن تأخذ اللوحة لأنها تخاف اعتقال سليم أسعد. ولكن لماذا تخاف اعتقال سليم أسعد؟ دع ذلك للغد. والآن ما رأيك في أن نسهر معا؟ نسهر؟ نسهر أجل، منذ فترة طويلة ونحن نتفق على السهر وعلى السفر ولم نفعل. ما رأيك في أن نسهر معا؟ فكرة. سأستقيل هذه الليلة، عازبان جميلان في عالم الليل، أنا وأنت سنحقق معجزة كبيرة. وأين تريد أن تسهر أيها الجميل؟ حيثما تشاء. هذه الليلة سأستقيل من وظيفتي، سأستقيل من مطاردة اللصوص والمجرمين، وأطارد الجميلات. إيه أيتها المرأة، انتظريني أينما كنت، فأنا قادم إليك على حصان أعرج وكأنني دون كيشوت. هل تعودين دائماً من المكتب في مثل هذه الساعة؟ العمل كثير، هل أطلب لك شيئاً؟ لا، هناك موضوع هام أريد أن أفاتحك به، يتوقف عليه مصيرنا أنا وأنت. ما هو؟ هلا، أنت جميلة. شكراً. ما هو هذا الموضوع؟ إذا عاد سليم أسعد وطلب اللوحة أعطي له. ماذا؟ أعطه اللوحة. لكن اللوحة ليست ملكي. ولكنها صاحبها ملك يديك ماهر. ألست تقيمين له الحفلات ويتردد إلى مكتبك باستمرار؟ إذا أعطيته اللوحة سيلقون القبض عليه لأنهم يعرفون، وعندئذ قد يعترف. لا اطمئني، لن يتكلم ولن يتهددنا بعد اليوم. ألا تريدين الخلاص منه؟ كنتما صديقان، ما الذي جرى بينكما؟ لم نختلف، ولكنه طلب حصة أكبر في العملية الأخيرة فوشى بي. تهريب؟ لا لا أبدا، تجارة. منذ متى كنت تعمل بالتجارة؟ لا يبدو عليك أنك رجل أعمال. لا تنسي أن زوجك أعطاني رأس مالا صغيرا. أعطاك بما فيه الكفاية وشوهت بما فيه الكفاية. هلا، لماذا لا تصدقيني؟ وكيف أصدق؟ كيف يشي بك سليم أسعد إذا كنت تعمل حقا في التجارة؟ منذ متى كانت التجارة تخضع لمراقبة الشرطة؟ لن تصدق يا؟ لا، لن أصدق. إذن لماذا فتش الأنتربول في مرسيليا السفينة التي تنقل البضاعة لشركتك؟ سفينة مرسيليا؟ لماذا؟ اسألي سليم أسعد، إنه يتهددنا أنا وأنت. ساعديني على سليم أسعد.
إلى متى ستظل تستغلني؟ ماذا كنت تنوي أن تهرب في سفينة مرسيليا وتحت ستار شركتي؟ قلت لك ساعديني على سليم أسعد. والشرطة ألا تخافها؟ لا اطمئني. قد يكون هو. ارفع السماعة. ألو، متى تريد؟ غدا؟ حاضر. غدا لناظره قريب. ألم يحدد الساعة؟ سيحددها غدا صباحا. عندما يحدد الساعة اتصلي بي. تسمحين؟ سنسهر الليلة ما هي. هذا هو كلارك جيبل يخرج من استديوهات مترو جولدوين ماير. واو. أعرف أنك تغار مني. خسئت. حلوة كلمة خسئ من فمك هذا. شكرا. أتدري؟ أنت رائع جدا ولكن في اللغة الفصحى فقط. سترى هذه الليلة مبلغ روعتي. لأول مرة يا صديقي يتاح لنا أن نسهر معا دون أن يعكر جونا أحد. تفضل تفضل يا صديقي العزيز. أرجوك لا ترد على التليفون. أرجوك دعنا نسهر. دعني أرى من المتكلم فقط. يا إلهي أدرع إليك أن تجعلنا نسهر هذه الليلة. ألو؟ مساء الخير. مساء الخير. لقد فكرت طويلا مما قلته لي. وإلى ماذا انتهى قرارك؟ أنا موافقة. هل اتصل بك سليم؟ أجل. متى يريد؟ سيحدد لي الموعد غدا صباحا. ستكون اللوحة جاهزة. شكرا. هل سبق أن قلت لك إنك رائع؟ لا. أنت رائع وأنا أحبك أحبك أحبك. تصفي على خير. مع ألف سلامة. من هذه التي كنت تغازلها وكأنك نزار قباني؟ هالة. اتصل بها سليم أسعد. وهل ستذهب إليها؟ لا، يريد اللوحة غدا. وهذا يعني أننا أننا ماذا؟ لن نسهر. لن؟ لن. لن نسهر؟ لن. سأستقيل من وظيفتي. أقسم أنني سأستقيل. هل أن العالم مطلوب مني أنا وحدي بس؟ لماذا؟ أعطني التليفون. شكرا. سترى بأذنيك وتسمع بأم عينيك كيف سأستقيل ومن المسؤول الأول. هل شكلي هكذا غاضب؟ ألو؟ ماذا يا طارق؟ طارق، غدا صباحا جهز مفرزة من الرجال وطوق المطار كله. اللوحة ستسافر غدا على الطائر النوم.